تجمع قرى الملحس في ولاية الحوض الغربي يمثل أحد النماذج البارزة لتجارب التقري المنتظم، حيث تأسس هذا التجمع المكون من مجموعة قرى ضمن مساع قادها السكان قبل سنوات تماشيا مع دعوات الحكومة للقضاء على التقري العشوائي. غير أن سكان تجمع قرى الملحس يبدون استياءهم من غياب العديد من الخدمات العامة، فتجمع هذه القرى يتوفر على مركز صحي تم تجهيزه بالكامل على حساب الأهالي قبل أن توفر له وزارة الصحة طاقما طبيا مكونا من 3 أشخاص، لكنه أصبح يشهد اكتظاظا وإقبالا يفوق طاقته الاستيعابية، حيث أصبح قبلة للمرضى القادمين من قرى يبعد بعضها أكثر من 70 كيلومترا. نقطة تجمع قرى الملحس ذات كثافة سكانية عالية والإقبال البعيد لها جيد حسب الأزمنة. فترة موسم الخريف يكثر فيه الملاريا وبعض الالتهابات الأخرى. مطالب تجمع قرى الملحس بتوفير إعدادية لأبنائهم لا تزال في انتظار من يلبيها، ويقول السكان إن تكاليف توفير باصات لنقل التلاميذ من قراهم إلى إعدادية دويرارة أرهقتهم. قرى الملحس هذا قرى ضمتهم تجمع قرى المدارس عدلهم في بلاد تجمع، وذوك المدارس يخرجوا للسنة ما بين 40 و50 طالب، وطالبي من جزاهم الله خيرا هذا الشباب قام لنا بشراء هذه الباصات لهم، ولكن عنهم عاد عاجزين عن نقل الطلاب. قرى الملحس التي تتوزع تبعيتها الإدارية ما بين بلديتي حاسي سيدي ودويرارة، يقول سكانها إنها أضحت مشتتة بفعل انعكاسات هذا التقسيم الإداري، مطالبين بضمهم إلى إحدى البلديتين أو استقلالهم في بلدية جديدة. السد سنعانوا منه إنما هو هذا التوزيع تقسيم الإداري الواقع، لأن أسرة واحدة ولا يحول بينما هو ذا الطالي اللي ترعوا فيه ذا الطالي، ومن أسرة واحدة هي 4 قرى وتلتف كانت حولها 6 ثانية. واقع الخدمات العامة في قرى الداخل الموريتاني يشهد ضعفا شديدا، وغالبا ما تبرر السلطات الحكومية هذا التردي بانعكاسات التقري الفوضوي التي تعترض خططها لتوفير هذه الخدمات، غير أن القائمين على العديد من القرى النموذجية يشكون مما يصفونه غياب التشجيع الرسمي لهذه المبادرات.